كلك نعيش كلك نعيش ولو في النار التقلب كلك نعيم كلك نعيم ولو في النار التقلب مهما هي مهما هي بالمرة مقدرش أسلم مهما هي مهما هي بالمرة مقدرش أسلم أنا طول ما أفكر فيها هواك أحس الدنيا تناجيني أنا طول ما أفكر فيها هواك أحس الدنيا تناجيني أطمن نفسي برجاك وانت اللي بعيد على عيني اخاف انساك 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 وانت اللي كلك كلك نعيم في هواك نعيم في هواك. شكرا لطفي تفضل. شكرا لطفي. إذن لطفي بشناق بدينا بأغنية جديدة إن شاء الله، هذه من ألحان سيد أحمد القلعي. سيد أحمد القلعي وكلمات حمد الباجي. وأخيرا غنيت أغنية تنسية ليك. نعم. ليك هذه أول أغنية ليك. أول أغنية لي تنسية كلمات ولحن. قداش عندك تو في الحياة الفنية؟ عندي 10 سنين. عديدك عديدك. لطفي بشناق بدأ بتقديم عرض، كنت من المطربين التوانسة الوحيدين اللي قدموا عرض كامل في كارتاج. اي نعم. وكنت استضفت فيه فاطمة بن عرفة. اي نعم. العرض كامل العرض قدمت فيه اغاني لغيرك اللي بهم كانت انطلاقتك. اي نعم. ثم لطفي بشناق رحل الى الشرق. اول سؤال يتبادل للذهن، بماذا عاد لطفي بشناق حسب تقييمه الشخصي من الشرق؟ ولو انه سؤال سمحني سنجيب روتيني وطرح علي عدة مرات، لكن بالمصري عشان عيونك نجاوبك. قد ما واحد يسافر وقد ما يشوف وشوية التجربة اللي حكينا عليها وبرشا مرات حكيت عليها، واختلاطك في ووجودك في الجو الفني الكبير العربي كما نعرف الكل في مصر، قلعة الفن و كل الفنانين يتوجهوا لها لما فيها من مجال للعمل العالمي العربي يعني. التجربة والأغاني، عندي رصيد أغاني لا بأس به، وشهادات الفنانين الكبار كي سيد مكاوي كي أحمد صدقي كي الموجي كي هاني شنودة. الظروف شاءت أني نرجع وقت اللي كيفاش يقولها، وقت اللي وصلت الزبدة للشكوى أنا رجعت روحت. والأغاني متاعي تدل على التجربة اللي حصلت لي غديكة، وكذلك الأغاني اللي باش نلحنهم أنا ولحنت منهم تنجم تقول في السفر إفادة، والاستطلاع على عالم غير العالم اللي انت فيه ديما نتائجه سلبية ولا إيجابية، باهي أنا نعتبرها نتائج دايما إيجابية. لا علاش أنت اعتبرته سؤال روتيني؟ هو سؤال باش يقعد يجدد نفسه ولن يموت هذا السؤال، باعتبار أنا لطفي بشناق. أنت عطيت رأيك. أيه. عطيت ورأينا. تفضل. لطفي بشناق عاد بتسجيلات، لكن أيه. هذه التسجيلات ما لقاتش الانتشار السريع أو النجاح، يعني جبت برشا تسجيلات بثينا منها البعض إذاعة، سنبث بعد قليل أغنية ليك تلفزيون، لكن لطفي بشناق باعتبار الانطلاقة اللي سجلها. أي نعم. وهو في بدايته. أي نعم. يغني لغيره، كان مفروض أنه يجي ويسيطر نجم نقول على الساحة الفنية، لأنه أثناء غيابك أصوات عديدة برزت. شوف راهو وخذت مكانة بارزة جدا. شوف سي خافش أنا الوقت جوز. فما لا لا فما حاجة ما يبقى في الوقت كان حجره سي نجيب راهو. الحاجة الصامدة
والحاجه الباهيه تفرض نفسها على طول المده. وشنو ما 4 سنين بالنسبه لحياه فنان؟ 4 سنين شنو ما حياه فنان؟ 4 سنين عشت في مصر، عام تنجم تقول كيفاش يقولوها غير مستقر، وعام بديت باش تدخل في الجو، عامين في حياه فنان ياخذوها بعين الاعتبار. ثاني حاجه بالنسبه للاغاني اللي قلت لي عليهم، الاغنيه كي تبدا ما فيهاش ولا كلمه ولا كلامها باهي ولا لحنها باهي، كيف تفرض على المستمع 10 مرات في اليوم تذاع، رغم انف المستمع لازم يحفظها. لكن انا أغنية ويا للاسف لانها مصريه، على غالب مشيت مصر باش نغني تونسي وقت اللي يلزم، كان وقت باش يلحنوا لي هما يلحنوا لي مصري. انا بخلاف قرائيه للدنيا ناس اللي البركه ترجع لك انت سي نجيب، واللي انت معناتها مش مجامله فيك الحق ويقال احقاقا للحق انك تذيع لي برشا مرات اغاني. انا عندي اكثر من 10 اغنيات جدد ما يعرفش عليهم ولا حد فكره بالكل. قلت تتحمل المسؤوليه انت فاش لانك شاركت في لما حفلات. انا كيف شاركت في حفلات ولم تقدم هذا الجديد من لا هوني مانيش موافق كثير. نجيب علاش ماكش موافق؟ خاطر انت حضرتش في حفله نتاعي. لا حضرت حفلات كل اللي عادتهم التلفزه. لا في التلفزه نتاع الفرقه القوميه للموسيقى، في التلفزه القوميه غنيت تونسي بالمناسبه. اغنيتي هذيك اللي دخلت في المسابقه سي نجيب، نعم اغنيتي والله فوجئت ان دخولها للمسابقه كيفاش. اولا الساعه ولا بثت ولا مره. لا بثت مرتين. مره واحده. لا مرتين في المسابقه. صدقني انا نتبع نفسي عندي وسائلي زاد، وعندي احبابي يقولوا لي ما تعديتش، كيفاش تحطها في المسابقه يا رسول الله؟ واللي يؤسفني اكثر من هذا انه الحفله هذيك بنفسها الاغاني بتاع اخوان اخرين يتغنى ويتعداوا الا اغنيه. مش توا انا ما نحبش نهبط المستوى، تعدي لي ونعدي لي، اما ما نحبوا نركزوا على حكايه البث، انه وقت اللي واحد يبث أغنية بالسيف تتشر. أنا كنت في مصر أغنية عملها الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، عملها محمد ثروت، رغم عبد الوهاب يعني مش مستحق التأييد أي فنان ولا شهادة، لكن مع هذا كان هو بنفسه حريص على إذاعة هذه الأغنية. أغنية نشيد، هو مصريتنا طيريت وطنيتنا حماها الله، معنتها أصباح قايل عشية ليل تفرض الولد مسلسل المنجي العوني الجينيريك خاطيني، كان نجي ونحلوه في جملتين. الموسيقى كعمل فني موسيقي، شنو هي موسيقته؟ بسيطة، لكن بطول المدة على 30 بالتعود 30 يوم تتذاع في اليوم، 15 يوم ولا حتى 10 ايام تضرب في الاذن. هنا نسال لطفي باش ناخذ سؤال. انا عدت سؤال بدون احراجك يعني. لا ما فماش احراج معاك. لا من غير ما تحلف. احنا قلت لي خاطر لطفي باش ناخذ 4 سنوات شنو من حياه فنان؟ نعم. موافقك شنو ما يمثلوا حتى شيء، لكن كيفاش تفسر فنانه في عام وشهرين انطلقت كالصاروخ من مصر لطيفة العرفاوي، مشات كيفك لمصر؟ ما نحبش نحط روحي موضع مقارنة. لا مش مقارنة. مش مقارنة ما نجموش نقارنه لا بين لطفي بوشناق ولا مطرب اخر ولا غزمة مش مع مطرب اخر. لطفي ولطيفة كيف هي ولنا كيف اما تبقينا مع العلم انه لطفي بوشناق ولطيف العرفاوي هما الاصوات حاليا اللي مكتسحين سوق السامعين في سوريا، وقلنا هذا في الاذاعة، قلناها في التلفزة. بارك الله فيك. لكن انا اتساءل كيفاش 4 سنوات انت ما نجمش تحقق انطلاقك من القاهره؟ لطيفه انطلقت من القاهره. يا خويا بالكش عندها حظ اكثر مني، ويا للاسف في عام سالوه البخت. سالوه البخت وتوا ما عادش نفهم ما هي، ما عادش مقيمات نتاع صوت وملحن ولا واحد. وليت نقول ان شاء الله بختك، ان شاء الله ساعدك اقوى من كيفاش يقولوها، فما مثل اللي قال حتى حد ما عارفه حتى حد ما قال حاجة تو. حصيله عملية حظ، مش عملية حظ زادة. وما تنساش اللي بصراحة تامة الطفلة عندها أكثر قبول وأكثر نجاح، ويتعامل معها الملحنين. عمرك سمعت ملحنة؟ كلهم ملحنين على كل حال. احنا نعترف. لا ما أنا احنا حبيت نتسائل فقط من حياة فنان.
تحب نوصل الموضوع يا اخي. وعام راهو زاد ما تحكيش على لطيفة العرفاوي. انا بكل صراحه كل ما يمس تونس وكل ما يهز علم تونس ينجح البرة، انا ماذا بيا كيفاش يقولوها دمي نعطيه بركه ينجح بركه. انا اتمنى لها بكل قلبي نجاح، ونتمنى انها تصمد لهذا النجاح ويطول نجاحها الى الابد ان شاء الله. لطفي باش نسالك سؤال.